السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين يعني بلايلي وين يصنع الحادث رفقة زملائي بصورة طريفة جدا، وين يواصل النجم الجزائري يوسف بلايلي صناعة الحدث في ناديه الجديد أجاكسيو الناشط في الدور الدرجة الأولى الفرنسية. حنا الله ينجحه، هاي كان بصح راه كبير بصح ينجح 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 هو غادي ينجح بصح حتى ما عندنا تا فايدة دروك. واش راه عندو 31 عام، 31 عام هادي ما عندنا تا فايدة، ما عندنا فايدة راه يجي لازم في الصغار اللي يجي طالعين نورمالمون كيما هاكا. هادو دروك راهم شادين تيك توك وصايك، هادو راهم يلعبو على التيك توك يعني بزاف صوالح. منتخب وطني دايرين تجارة للتيك توك، مستغلين اسماوتهم ويلعبو بالتيك توك. يعني في ما مرة يقولك الجسر الصغير شاهد منا شاهد من هذا مكان، ما عندنا حتى فايدة من 2026 هادو ما يكونوش، هادو ما غاديش يكونوا. خاطش علاه غادي يلاذ المدرب غادي يقعد، الا قعد غادي يشوف بلي هاد اللعابه الا قعدوا غادي تكون الغلطه غير هي الغلطه هي. كي تشوف انت تونس لعابه صغار، تشوف المغرب عيطوا داك تاع لا بلجيك داك الصغير 18 عام، عندهم واحد عندهم واحد ثلاثه ولا يلعبوا في اسبانيا، واحد متخرج من اسبانيا، واحد متخرج من الريال، واحد متخرج من البارسا، واحد متخرج من تشيلسي، واحد متخرج يعني زي صغار، واحد تاع مارسي، واحد غراوين. دير حسابك باللي الناس هي تخدمك مارشات من دروك صايب يعني يكمل كوب دي موند، يعني يبداو يوجد لك الكوب دافريك الجايه ويكون فيها يعني مع لي بيلي. راك تشوف هذاك اشرف حكيمي عنده 23 عام، هذاك مزراوي عنده 21 عام، يعني زراري صغار يعني مازالوا يدمروا لك تاشا مازال ولا. حنا الاغلبيه تاع اللاعبين 30 وطلع 29 30 29 30. لا وين تسمع باللي مدرب واحد عنده 21 عام يقول لك ما بغيتش نديرو تحت الضغط، وين انت الضغط؟ وين انت ما يكونش كاين الضغط؟ روح العب مع رواندا اوي كلو ديره يلعب، ما يكونش كاين الضغط، لعب مع رواندا ولا تامي تكون رابح 6-0 مع جيبوتي ولا دخلوا يلعب، بين لنا بلي نتايا ما تخافش انت تدخل الشباب يلعبوا. هذه هي بيها لنا كيما هكا. هذا بلايلي ولا هذا هذو هذو ما نقولش صايك دروك راني يعني نهضر، لازم الناس تفهمنا واش رانا نهضرو. انا نهضرو كيما كنا نقول لكم في 2019 باللي قديورة اللي كان هو يقول لك انا ما عنديش تاع لاج ما عنديش انا نحوس على النتيلا، كنت نقول لك قديورة جاي وقت غادي انت كي تحتاجه ما تصيبهش. في غولي قلت لك راه جاي وقت شحال عندهم العام غادي يميل الحاج يلعب 33 عام 32 عام ما نجيبش يلعب لك ما شطاش في الصح. قال لك لا حول ولا طاقة، كلش حبس بولونات كانوا مخوفين تفاراو عيسى قبيهم تفاراو. شوف وراك تقارع لك يعاودي يولي تعيط له في مارس نورمال، على بالنا بلي تعيط له في مارس. حنا قارعوا لك القائمة ومن بعد نهضروا على القائمة تاعك اللي غادي دير لنا مفاجأة. أنا قارع أنا والله لا ما زلت نقارع عند ربي وغادي يهدر الصح. راني نقول بالك غادي يدير لنا مفاجأة يعيط للعابة عوار ولا يعيط بالك يدير مفاجأة علاش لا ما نعرف نقارعو. حنا نعاودو نولو نتكلمو وين نشر حساب رسمي لنادي أجاكسيو يعني بمنصة تويتر تغريدة تضمنت صورة جماعية للاعبي الفريق الفرنسي كان بينهم مهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي، وظهر المحارب الصحراء في صورة جماعية بطريقة طريفة صنعت الحدث، بما أنه مركبة ولم يكن بلايلي حاضر وقت التقاطها. وبما أن الصورة تعود لبداية الموسم الحالي ومن خلالها تم تقديم رسمي للنادي أجاكسيو ولم يكن وقتها بلايلي قد التحق بالفريق بعد، فإن الإدارة لجأت لتركيب الصورة للمهاجم الجزائري مع رفقائه جدد، وتم دمج وجه لاعب المنتخب الوطني بلايلي في الصف الخلفي ليظهر ثالث من اليمين إلى اليسار
في صورة يعني وين تكلموا عليها. ومنذ انضمام المهاجم كتيبة الخط إلى نادي أجاكسيو في تاريخ 12 أكتوبر الماضي أيام بعد فسخ عقده مع فريقه السابق بريست، ارتفع عدد المتتبعين بمختلف منصات النادي. يعني رجالي في الكوب دي مونغ صاحبي، وحنا رانا نتبعوا النادي اللي راه فيه اللعابه، ما فيهش اللعابه فيه المشاهده ما فيهش رجالي في الكوب دي مونغ. نجي باين نشكركم كي نتفكر كوب دي مونغ ندور عليكم، على بالكم بيا ولا ما بالكمش؟ نجي باين نبغي نشكركم، نبغي هكا نشكركم، نبغي نشكر اللعابه تاعنا، بصح كي نتفكر كوب دي مونغ نكرههم. والله لا نكره كي نتفكر كوب دي مونغ باللي مروحناش كوب دي مونغ صايي. والله سونغ داير عباية تاع قطريين داخل القطر وانتوما قارعون الماتش يتعاود، ولا حشمة لا حياة لا والو، عادي محسوب. أولا يقصروا عليكم، شوفيها هاي شوفيها مش هتشوف. انا الحاجه اللي نستعجب منها اللي تضحكك وتزعفك وتقنطك شتايلها، مؤمن داير قال لك ليكو وكاع لي بوز، وحتى الاعلاميين حتى محمد شيخي منا لا نورمال ليكو سونغ غلط، يا درا شكون يدير له اسماوات، يا ودي خمم على روحك تخمم شكون، يا درا ايطو دار له اسماوات، يا ودي خمم على روحك صح، خموا على روحكم، خموا على روحكم، نتا ما روحت خمم على روحك، خمم بلي عندك مباراة مع المالي، غادي نتا تلعب مع المالي بدون فايدة، تلعب مع المالي بصح بدون فايدة، خاطش غير الهايشة اللي يقولك لا هذي فيها فايدة، فيها فايدة إلا يجيبلك لعابة جدد ويلعبهم، تخاف يجيب اللعابة وميلعبهمش، هذي هي، خاطر نتا يا الغاشي. تضحكوا بالله على بالك كيما صار لكم، قال لك كيما صار كيما ديك المسلوخه تعيب على المذبوحه، صار لكم كيما هاك، عليكم ديروا الصوالح ما عرفناكم لا نتوما بغال تستهزئوا على رواحكم باغي تضحكوا الغاشي، ما فهمناش انا بقيت على بالك واحد قال لهم راني قارع للكاميرون تخرج برومي تور، يا ويلا خرجت الكاميرا يا ولا يجعلك، انا نقول كلمه اروح باش تربد على روحك باش تكون ذكي باش تكونوا اذكياء في قلوبكم، مدعوك الكاميرون تروح كارديو فينا، نقول لك علاه باش تقول باللي اقصانا منتخب قوي منتخب عالمي، يا الكشفه الا الكاميرون راح تجابك زيرو بوان وخرجت برومي تور، وانت اللي من 2019 وحنا نسمعوا المنتخب اللعابه الشعب لونترينر كاع يهضروا باللي بنروح نجيبوا كوب دي موند نجيبوا البلوندا، ها الكشفه فماك باللي انت ضعيف، انت الى الكاميرون كلاسات الداني انت راك موراها ما راكش قدامها، انت راك موراها ما راكش قدامها، هذه لازم تدخلوها في لسانكم، هذه ما تستغبوش الناس ما تهيشروش الناس، الى الكاميرون خرجت بريميتور انت راك اكثر منها، خاطش انت ربحت الكاميرون انت ما تساومش كاع، انت كاع ما تساومش كيما ديك التينيسه تاع البلاستيك تاع زيت بكري، انت ما تساومش، الى الكاميرون خسرت بريميتور، انا راني نقول انا واحد قال لي كيما تقول كاميرون يا ودي كوغي وش لو كاردو فينا، قال يا ودي خسرنا امام منتخب عالمي خويا الله غالب، هذه هي تجي كيما تحك في العين كامل وتخرج بريميتول، أو تخرج بريميتول انت بالت عليك هنا وراحت، هنا زرقوا عليك هنا زرقوا عليك هنا ربحوك هنا، تهدر لي انت يا وي غادي تهدر مع من تهدر، تهدر مع جماعة بسيط بينا ايطو بسيط بينا، هذوك يساهموك ما يساهموش، مام المدرب راه مركز غير على هذوك الناس، مام المدرب تاعنا مركز على هذوك تاع بسيط بينا ايطو بسيط بينا،
هذا مكان قال في ذوك في ذاك الشط وذاك الشط راسي ما يمشي لكش. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو واللي مشي ابوني معنا وان شاء الله معكم ديما بجديد. سعيدوا.